ساعدنا في شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات بمشاركتنا الثانية في معرض جايتكس أفريقيا في المغرب، حيث أن هذه المشاركة تعد من أهم المشاركات، وذلك لأن دولة المغرب الشقيقة تعد شريك استراتيجي في الأعمال على الصعيد الدولي وعلى صعيد الأعمال. نحن كشركة ريناد المجد نقوم باستهداف السوق الأفريقي بما يساعد في رفع مستوى نضج الخدمات الرقمية، حيث أننا شركة مختصة في مجال التحول الرقمي وإدارة البيانات والبنية المؤسسية، بما ينعكس على تطور الدول وعلى تطور نضج العقليات والجهات الحكومية. ولله الحمد أثناء تواجدنا في معرض جايتكس واجهنا الكثير من التفاعل من الشركات المغربية، سواء الشركات المغربية التي تريد العمل من شركة إلى شركة أخرى، أو التي تريد العمل عن طريق تكوين شراكات والعمل مع شريك ثالث في مجالات مختلفة. نسعد بكل الشراكات في الأول والأخير، نحن سعيدون جدا بهذه الشراكات. هذا يعد أحد أهم أهداف المشاركة في جايتكس المغرب.